مسكنا يدرسوا الله لوال اللي ناف قوسن قال عطا بلا سو لو انجلو يا ما انا بيتشم رئساتين بزوائد مسلم بملو حديث لاي زوائد مسلم على البخاري بخاري ሰሒህ ናቸው ካላቸው ሐዲሶች በተጨማሪ ሙስሊም የጨመሯቸውን ሐዲሶች እናያለን ሙስሊም የጨመሯቸውን ሐዲሶች በቢዲኤፍ አርገን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ልከናል አልሐምዱሊላህ ላህ ፍቃዱ ሁኖ ብዙዎቹ እንደሆኑ እንደሆናችሁ አቃለሁኝ ዛሬ የምናየው ኪታብልሕዱድ ነው ቅጣቶች የመቀጫ ህግጋቶች ገደቦች ምን ምን እንደሆኑ የምናይበት ርዕስ ነው የሚሆነው እና ስለሱ እንግዲህ ብዙዎችን በተለያዩ አሐዲሶች ሰምተናል ቡኻሪ አሐዲሶች ላይ በሰፊው የተነገሩ አሉ እነሱ ከተነገሩ ቀጥለው ሙስሊም ጋር የተስማሙበትን ሐዲስ አያወሳም ሙስሊም አሁን ላይ من اهون من لو مسلم كبخاري تليتو يالبتن رأسنا رئسنا زاري من ناو ان شاء الله باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود بالفوا ايتوا له كتاب الحدود لاي نو 29 رأسنا شريف مالت يتكبر بهز وزن يتكبر يهونا ويم شريف يا نبي صلى الله عليه وسلم زرن كوان بيهون شريف مالت የነቢዩ ዘር ሸሪፍ ይለዋል በዘር አቆጣጠር ደረጃ ላይ ማለት ነው እና ይህንን በእስልምና ውስጥ ዘር መሆኑ የነቢዩ ስ ላ ቤተሰብ መሆኑ ዘር መሆኑ ህግጋቱ እላው ላይ እንዳይተገበር ሊከለክል ይችላል ወይ የሚል የማህበረሰቡ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሰዎች ሁል ጊዜ ከባለስልጣን ጋር ዝምድና ካላቸው አይጎዱም ግብር አይጣልባቸውም ቢያጠፉ አይቀጡም ብሎ እንደሚያስብ ሁሉ ይህንንም የረሱል ለ ዘር በመሆናቸው ጥፋት ሲያጠፉ ይታለፋሉ ወይ እሱን በተመለከተ የተወሩ ሀዲሶች አሉ ሌላም ሸፋ በሽምግልና لمسالي دانيا يهونا سو قدون يميا يسو مالهن يهونا سو وجه بشم قلنا باكا تشهيلة في اللن ما تو بربتن ينبرا بثن هامسا سلسا يارق اللن ما قدل ينبرا بثن باك بالي لاك اتعطي كأير اللن بلو شم قل كل كل سلوهن عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عائشة قالت عائشة إلى أنه عند يا بني مخزوم تولى هنا جسيت كاتوا واسنا تكجلج تواسنا تكدالج نبي صلى الله عليه وسلم عندك ان دليبان ومتكوترون لبانا تجوات قرات بلو عززو دنگت او بني مخزوموش وصابة بن زيد قامتنا باك شمقل للنبي عليه الصلاة والسلام بلو وصابة شبلو سيهدو أتشفعوا في حد من حدود الله يا الله حق اندائي تقبر شما قليت هنا تمت الله قالوا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بني مخزومتش عند السيث كبني مخزومتش عند السيث سرقة نبي يقار ست متى ام سلمة شم قل لنا نبي صلى الله عليه وسلم لو ام سلمة من الواتش فاطمة كوان بتون ليبا جوان قرطات نبر بلو وجوان اس قرطات يا بانن يا بني مخزومي هنا تشون سيتيو إيه በሌብነት ምን ህጉ ምን እንደሆነ እጁ መቁረጥ እንደሆነ በሽምግልና ደግሞ መምጣት የማይቻል መሆኑን እዚያ አፉ ከተባባሉ ከተስማሙ ምናልባት እንጂ ዳኛው ጋር ከተደረሰ በኋላ አይሆንም የዝሙት ህጉስ ምንድን ነው ዑባደት ብን ሳሚት ነቢዩ ስለ ወሰለም وحي سيورد باتشو يتشنق نبر كوري لذلك ذلك وتربد له وجه في تاتشي نبر عندك ان وحي وردنا ندزي هنا ويالو سيشالاتشو الشالاتشو ويما خذوا عني خذوا عني يالو فقد جعل الله لهن سبيلا الله للنسو مفتيهوتشن آدر قولاتشوال لنا يا زو حبن يتبالون حتى يجعل الله لهن سبيلا يملون القران ايات تفسيروا متولاچو حال يا اوقوت هن نجرالو خذوا عني كذا ري جمراچو تمارو معناتاچو نو بزي غزي رسول صلى الله عليه وسلم يا زوت يا لوت مندنو خذوا عني كرجع الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

አንድ መቶ ጅራፍ ብቻ ይገረፋሉ ዝሙት ከፈጸሙ እህ አግብተው የፈቱ የሚያውቁ ከዚያ በላይ ወደ ዝሙት ይሄዱ ከሆኑ መቶ ጅራፍና መቶ ጅራፍና ተቀጥቅጦ መገደል ነው ይህንን ረሱል ለ ወሰላም ለህዝቡ ነገሩ ሰማ ይሄንን አወቀ ሆዞ ያሉ አሉ ይሄ ነው ህጉ يهنن مكاير اي تالم كذي مكير مكاير اي تالم من دنو أه ثم جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ونفي عام والثيب بالثبي جلد مئة والرجب يهنن يهنن هذك ረን በዚሁ የሚተገብሩ ሐዲሶች አሉ የሚገርመው ሊገደል ያለው ደግሞ ይገረፍ መባሉ ነው በዚህ ሐዲስ መሰረት ተገርፎ ነው እንደገና የሚገደለው ጀጀለ ቢኪታብ ወረጀምቱሃ ቢሱነት ረሱልላ ም ወሰለም ሃምዳንያ ዋ ሴትዮ መታ ገርፈው ሲቀጥቅጠው ሲያስገድሏት ምናሉ جلدتها بكتاب الله جلد قوات بلوان الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلة ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم هذا الركوت دم نبي صلى الله عليه وسلم سلا قالوا يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر وجاءت السنه برجم الثيب خاصه مع استنباطه من القران ايضا. وهذا هو القول المشهور عن الامام احمد واسحاق وهو قول حسن وطائفه من السلف. <applause> لنسلم الى ان كان الثيبان الشيخين رجما وجلدا وان كان شابين رجما بغير جلد لان ذنب الشيخ اقبح لا سيما بالزنا وهذا قول ابي بن كعب. اي يهم ام كبرنو አላኩ አሁን ይህንን የሚያሰርዝ ነገር ምንም የለም የሚገደል ሰው ለምንድ ነው የሚገረፈው የሚል ጠንካራ አቋም አለ ይህ ዲ ነው ዲሱ እስከሆነ ድረስ ምንም ማድረግ አይቻልም። አይቡ ጀልዱ ሚአትን ማ ረጅሙን ብልጃራ ይህንን ዛሂሩን ተቀብለው በዚሁ ነው የምናደርግ የሚሉ ሰዎች ማአት አሉ البكر بالبكر تقديره حد زنا البكر بالبكر جلد مئة أي لكل واحد مئة وكذا قوله تغريب عامل لكل واحد يهن الحديث من عن يا سو مع النم يلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم في صحيح مسلم عبادة من الصامت يزقب حديث باب من اعترف على نفسه بالزنا زمت سرت له بلو براسو يا عمنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أجرسو نبر أعضل فرط أمي على نوز ليس عليه رداء من كلاي كتانا قرع النبر فشهد على نفسه أربع مرات إن أنه زنا أرات قزيز مسرت له بلو مسكرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا لعلك قبلت لعلك لعلك قالت لا لا والله اني لا أجز انه قد الاخر ما جرش زمتي ما انا له قال فرجمه جدل ثم خطب فقال الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف احدهم له نبيب كنبيب التيس وده زي ما شاء بهر عندي يو يو يفيل وتأتي عينه يمان بابات بحري يالو وده هلا يمنح أحدهم الكثبة أما والله يمكنني من أحدهم لا أنكلنه عنه كذا لبيتسب عدقا يميهن مهون النبي صلى الله عليه وسلم مكروا له نبيب كنبيب التيس صوت يمنح أن يعطي الكثبة القليل من اللبن وغيره أي إحداهن لاندات والمراد إحدى النساء المغيبات اللاتي غاب عنهن أزواجهن كذلك الروسية تشك قال أي تتشو قالوا ايه كثبة مالت وتتون, وتتون إيه لا زالك الروسية تش يا قال يمكنني من أحدهم يهاينة نقر إن مكنني الله منه وأقدرني عليه لأمنعنه عنه عن ذلك بعقوبة قطوا الله عندهم يا ركا قنيهون ومجاوس دبتها لما لا تتعلم يمكنني أعضل مالت مشتد الخلقي فلعل أيك أبلت ونحوه قال الأخر أي الأرذل الأبعد اللئيم الشقي مراده نفسه كنبيب التيس صوته يهنن ميارك علّ مدن أه على مدنه ميلو ساتو على كلما نفرنا غازين في سبيل الله سبيل الله زمات وشون سنهد خلف أحدهم አንዱ ይቀራል ይተካል ለሁ ነቢቡን ከነቢብ ይተይስ የወጠጥያ አይነት ፍላት ያለው ድምፅ ያለው የምነሑ አሐዱሁም አልኩትባ ከዚያ አንዳቸው ለአንዷ ሴት እዚያ ለቀረችው ضዒፈት ልኢማን ለሆነችው ወተቱን ይሰጣል አማ ወላህ እዩምኪንኒ ምን አሓድህም ለኡነኪለነሁ አንሁ እንዱ የሚያረግ لايك هكت من الله كاسيه كحقنانين قطعت كف بار قطعت قطعت وفي روايه اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بل لا روايه أجر أشعث أو غريتهم انت تفرر ذي عضلات بعلت تكون عليه إزار يعني إزار اللوم بلو أريد أن أو إزار يا أنتن أنا ما عز ابن مالك نو ما عز ابن مالك نو, نو فلعلك معنى هذا الكلام الإشارة لا تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا واعتذاره بشبهة يتعلق بها كما جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت وغمزت فاقتصر في هذه على علّك اختصارا وتنبيها واكتفاء بليله كلام والحال على المحذوف اي لعلك كبلت او نحو ذلك. الاخر او الاخر الاخر مجرش او معناه الارذل والابعد والادنى <applause> ومراده نفسه فحقرها وعليها وعبها لا سيما وقد فعل الفاحشه. <applause> عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم <applause> سعيد بن جبير رمو بن عباس نبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك اندهالوت የነገሩኝ የሰማሁት ስላንተ ልክ ነው ምን ሰሙ አላቸው የገሌን ቤተሰብ ባሪያ ደፍረሃል ተብሎ አዎ አላቸው አራት ጊዜ ተናመነ ከዚያ ተቀጥቅጦ እንዲገደል አደረጉት አግብቶ ነበር ማለት ነው አቢ ሰድን አነ ረለ ሚን አስለመ ቃሉ ለሁ ማዕዝኑ ማሊክ አታ ረሱ ላ ፈቃለ ኒ አሰብቱ ፋሸተን መ ነው فأقمه علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا على خلفه حتى اتى عرض الحره فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحره حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال: اوكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي الا أوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به فما استغفر له ولا سبه وفي رواية فاعترف بالزنا ثلاث مرات، رواية أخرى تقول اعترف بالزنا ثلاث مرات. أبو سعيد كأسلم ما عز بن مالك مبال سوية مت أسلم مبال بهير معناتها. النبي قال مت أنا زم سر فأقمه علي تجبر بنيه على الجو. ነቢዩ ለ ላሁ ለ ሰለም መር መለሱት ጊዜ ሶስት ጊዜ መለሱት ከዚያ ህዝቦቻ የሱን ቤተሰቦች ሲጠይቁ ወላ ጥሩ ነው ብዙ ከፉ ነገር አናቅም ባይሆን ኢላ አነሁ አሳበ የራ እነሁ ላ ይኽርጅሁ ምንሁ ላ ዩቃመ ፊህ ልሓድ የሆን የሰራው ስራ ጥፋቱ ከሱ ነጻ ሊያወጣው የሚችለው ሀድ ከተቆመበት ብቻ ነው ብሎ ያምናል ፈረጃ አይለ ሰለም ለም አመረና ነርጁመህ መልሶ ዶ ሲነግራቸው አሁንም እንግዲውስ ቀጥቅጣችሁ ግደሉት አሉ ይዘ ነው በቂ አልቀርቀድ የሚባለው መቃብሩ ማለት ነው በ እዚያ ወሰድ አላሰርነውም ጉድጓድም አልቆፈርነለትም በሆነ በአጥንቶች ንትች በኮረኮቾች መወርወር ስንጀምር በከዘፍ ሲንጀምር በገሎች መሩጫ ጀመረ ተኋላሁ ተከትለ ነት ነው ር ራም የሚባል ቦታ ላይ ድረስ ዚያ ይ ሄደና ወደቀ በዚያን ጊዜ በዲንጋዎች መወርወርና መምታት ጀመር ዝም እስከሚል ድረስ አ ከዚያ ረሱ ላ ላም በዚያው ቀን ማት አካባቢ ቆሙና ወደ ዘመቻ ባህርን ቁጥር አንዳንድ ሰዎች ከቤት ሰዎቻችን ጀርባ የከኛ ጀርባ እየቀሩ እንደ ጋር ወጠጤ ማንባባት ጀመሩ በኔ ላይ ቃል ገባለሁኝ አንድም እንደዚህ ያለ ስራ የሰራ ሰው ነገ አይመጣም እንደሱ ቅጣት የቀጣሁት ቢሆን እንጂ ብለው አላህ ማረው አላሉም አልሰደቡትምም <applause> وفي رواية زنا اعترف بزنا ثلاثة مرات وسك زينو زينه من الخلافه لنا ما والحره بقعه بالمدينه ذات حجاره سود بجلاميد الحره بصخورها دينجا وجتلان لكن قتل يانستان علي الا اوتى اي ليكن لازما علي علي على هذا الشان وهو على أن لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره نبي صلى الله عليه وسلم استغفار سيارة قولة كرو سبحان الله أما عدم السبي فلأن الحد كفارة له مطهرة له لمن يسَبُّ أما عدم الاستغفار فلأن لا يغتر غيره نبي الله ما رولو دعا بيارة قولة ما يمدو عندي عارة قولة سوي جاجا لالتبلونو اما ذمول الاستغفار لئلا يغتر غيره فيقع في الزنا لم لا يسدوتا لم يسدوتا سوما صرتو راسونا صدتو مجاكو توسدبت طهارتش طهارا نتش سوانا ايه دنيا لا يمي وسدبت رمجا لو انجلو كفتهنيا استواضوا الله يا عن بريدة قال جاء معز ما بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب الي قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب الي قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعه اردت يا سيدرس سيدرس قال له رسول الله فيما اطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال لا فأمر به فرجم فكان الناس به فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد حاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة معيس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدي ثم قال اقتلني بالحجارة فلبثوا بذلك يومين او ثلاثه ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس وقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاء ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا فقال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذن لا, لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها وفي رواية أن معز بن مالك الأسلمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد اتاه فقال يا رسول الله اني قد فرده الثانيه فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال تعلمون بعقله باسى تنكرون منه شيء فقالوا ما نعلمه الا وفي العقل من صالحين فيما نرى فاتاه الثالثه فارسل اليهم ايضا فسال عنه فاخبره انه لا باس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني وانه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك ان تردني كما رددت ماعزا فوالله اني لحبلى قالت اما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت اتت بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمت واتت بالصبي في يده كسره خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها. وامر الناس فرجموها فليقبل فليقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه اياها فقال مهلا يا خالد فهو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكت لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت عليه الصلاة والسلام حديث انجليزي فارق نعم ببنوها البس كارفت بها لنا إن شاء الله عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستخدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة قال إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك كرفت بها من لسنان اللي ما عز قصة ناي غامدي وعند قصة عند هنا حديثنا وبريدانه ما عز مالك نبي قامت يا الله ملك الثانية عز جوين سيلاتشو. أنت ويقول من هناك ود الله ثوبت هذا الجدنا الله مرت قالوا ትንሽ ህድ እንዳለ እንደገና ተመለሰና ያ ረሱላላህ ጠሂርኒ አራጽዱኝ አላቸው አሁንም መጡ ነቢዩ ስ ላ እንደ ድሮ ተቆጡትና ተመለስና አላህን መህረት ለምን ወደ እሱ ተውበት አርጋሉ ብዙ ሳይርቅ አሁንም ተመልሶ ያ ረሱላ ርኒ አላቸው እንደዚያው አሉት አራተኛ ሲሆን ፊመጠሂሩክ ከምንድ ነው ማጸዳ አሉት ሚነዚና ከዝሙት ጠየቁ ነቢ ለም እብድ ነው እብደት አለበት አረምንም የለበትም ከምር ጠጥቷል እስቲ እንግዲህ አፉን ያፉ ሽታ ልየው ብሎ ሞከረው የለም የሪሓ ከምር የለም ፈቃለ ረሱሉ ላ አዘኔት ዝሙ ሰራ አሉት ቃለ ናይ ማው አላቸው ታዘዙና ነቢ ስ እንዲቀጠቀጥ አደረጉ በዚህ ጊዜ ሰው ለሁለት ተከፈለ አንዳንዱ ወንጀሉ ምን ያህል ቢበዛ ነው ይህን ያህል ነቢዩ ጋር መቶ እንዲህ ይናገራሉ ሌሎቹ ደግሞ እንደ ማዕዝ የቶበተ ማናለ ነቢ ጋር መጥቶ እጁን ለእጃቸው ሰጥቶ የምታደረጉትን አድርጉ ያለ ሰው በድንጋይ ቀጥቅጠው አስገድሉኝ ያላቸው ሰው እንደሱ ያለ ማናለ እያለ ሰው ለሁለት ተከፈለ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ካለፈ በኋላ ረሱል ለ ላሁ ቁጭ ባሉበት ሰሓባዎች መጡ ሰላሙ አሉና ከዚያ ተቀመጡ ለማዕዝ ብን ማሊክ الله عندي بردو أرقل لتالو غفر الله لما عز بن مالك قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم نالو لقد تاب توبت لو قسمت بين أمة لو سعتو ما عز كوية توبت وتوبة لهز ببتك لا لا بيك يمي بك أو لو قسمت بين أمة من الأمم بهز ما سفيز ما هكل بيك يمي بك أتوبة لي قالوا ولا كذيام

አንቺ ራስሽ አሁን ነው ራስሽ እንግዲህ ወደሽ ውስጥ ያለውን ጽንስ እስከምትወልጂ ድረስ አናደርግም አሏት አንድ ሰውዬ እኔ ሃላፊነት ወስዳለሁ ነይ ብሎ ወስዶ ቤቱ አኖራት ስትወልድ ወልዳለች አለች ጋሚድ ይዋላቸው ልጁ ልጅ ታዳ ህፃን ልጅ አስተተንማን አንመታትም አንገላትም? ማን ያጠባዋል አንዱ ተነስቶ እኔም የሚያጠባ ሃላፊነት ወስዳለሁኝ ኢለየ ረዳሁ ያ በዚህ ጊዜ ትእዛዝ ተሰጠና ተፈጸመባት ህጉ ይላሉ። በሌላ ሪዋያ ማኢዝ ብኑ ማሊክ ካበኒ አስለም የመጣ ነብዩ ጋር መጣና ያ አላህ ራሴን በደልኩ ይዝሙት ሰራሁኝ ልታጸዱኝ ይፈልጋለሁ አላቸው ተመለሳሉት ነገም መጣ ተመለሳሉት እንደዚሁ ሲላቸው መለሱ ሶስተኛ መለሱት ከዚያ በኋላ ለቤተሰቦቻቸው ለቤተሰቡ ላኩ ይሄ ሰው የጭንቅላቱ ችግር አለው ወይ አንዳንድ ጊዜ ደብለቅለቅ ያረጋሉ ወይ ስለዋቸው አራኛ ምን ሆኖ ነው እንዲያውም ሚን ሒና ነው ፊማ ኖራ በምናቀው በኛ ግምት ጥሩ ሰዎች ከሚባሉት አንዱ ነው ብለን የምናስበው ሶስተኛ ሲመጣ አሁንም ጠየቁ ምንም ችግር የለበትም አሏቸው በአራተኛው ጊዜ አዘው እርምጃ እንዲወሰድበት አደረጉ ይላል ሚድያይቱ መጣችና ይላል ደግሞ የአላህ መለክተኛ ዝሙት ሰርቻለሁና አጽዱኝ አይ አሉ እናመለሷት ነገ መጣች ለምንድ የመለሱኝ ማይዝን እንዳመላለሱት እኔንም ሊያመላለሱ ይፈልጋሉ እኔ ኮ ርጉዝ ነኝ ማስረጃለኝ አት እንዲህ ከሆነማ ህጅና ስትከምትወልጅ ድረስ ጠብቂ አሏት ስትወልድ ደግሞ ህፃኑን በጨርቅ በቅዳይ ጨርቅ ይዛ ጠቅላ ይዛ መታ ይሄው ልጅ አለቻቸው ወልጃለ ይሄው ህጂና ጡት ሲተው ይዘሽ ነው ያሏት ጡት ስታጠባ ከርማ ህጻኑ ጡት ሲተው ዳቦ በእጁ ያሲዛ ይዛው መጣች በዚህ ጊዜ ልጁን ወደ አንድ ሰው የሚያሳድገው ሰጡና እሷን ጉድጓድ እዚ እንትሩ አድረስ ደረቱ አድረስ ጉድጓድ እንዲቆፈርላት የሚወጣት ጉድጓድ እንዲቆፈርላት አደርገው ሰዎች ቀጥቅጠው እንዲገሏት አደረጉ ካሊድ ብን ወሊድ በድጋ ሲላት ደሙ ሲፈስ እሱ ፊት ላይ ደማ ተረጨ በዚህ ጊዜ ካሊድ ሰደባት ነቢ ም ስድቡን ሰሙና ካሊድ ቀስበል ወላሂ እሷ የተውበተችው ተውበት ሳቡ መክሲን ቀራጮች እነዚህ ሰውን የሚያንገላቱ የሰው ገንዘብ ቀረጥ ላይ ተቀምጠው يمي زرفوت سوات بيز توبتو تنقوان يمي اسمر توبت ري توبتت چو كزيا تسجد بات. نبي صلى الله عليه وسلم سجد ابات تك الله اكبر رسول صلى الله عليه وسلم بزي بكل عزاين بزي بكل دمو فتح سكباري بزي بكل مكاري عمران بن حسين عندك جهينة عند ست أن <applause> عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين السبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى <applause> يا الله عمران بن حسين يتشك بني جهينة وتي يمت كزم متارقزان يمت أجسنا هقنت الشال له يا رسول الله سلزي تقبر بني من قبون قطعت الله سبحانه وتعالى يا مؤمنين مؤدات ما لما ساجيت صلى الله عليه وسلم يسوان زمت ترونا احسن اليها له احسن اليها ودسوا ملكه مال لات قالوا نبي صلى الله عليه وسلم بقى تقبلوا تعذروا ان تقبلوا توبت لك أقمه علي يا فإذا وضعت فأتيني بها ستولي زهتنا ففعل يزومتها نبي صلى الله عليه وسلم تزعز ستنا لبسوا على والاي تاسر تكت كت أتقدلش سجدوا بات أنت اللي سجدوا سيلو عمر بن الخطاب بس على يسجدان لوزم مسرتا على أو بسبا የመዲናን ሰዎች ምካከል እንኳን ቢከፋፈል የሚበቃ ተውበት ለሰባ ሰው የሚበቃ ተውበት ኮን ለመሆኑ ራሷን ለአላህ ብሎ ከመስጠት የበለጠ ተውበት አግንተታቃለህ አይተታቃለህን አሏቸው ያአ ባቡ ረጅሚ ልየሁድ አህልዚመቲ ፊ ዚና يجبرو يمينرو أيهود وتشين بزموت مكنات من دمك تكت من دم مسلمو يم يعملك الحديث عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تأرنا هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم بنانت مزاف يزمتن ياس قطعة دزينة ويلال قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لمخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوديع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أربعة عندنا سورة المائدة إن أوتيتم هذا فخذوه إن لم تؤته فاحذروا يقول أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَمَنْ لَمِ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمِ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كلها في الكفار سبحان الله سبحان الله فإن أمركم بالتحميم ተሕሚም በከሰል እንትን ማለት ማለት እኮ ከሰል በከሰል ለቅልቆ ማዞር ከተማው ላይ እና ይህ ሐዲት ምንድን ነው የሚለው በራ እብኑ አዚም በነቢዩ አጠገብ አንድ የሁዲ ሙሐመመን መጅሉደን በከሰል ተለቅልቆ በከሰል ፊቱ ሁሉ ሰውነቱ ሁሉ ተለቅልቆ እየተገረፈ ሲያልፋዩት ነቢ ላ ለም ምን ነው ብለው ጠየቋቸው ይማ ዝሙት ሰርቶ ነው አላቸው አ ዝሙት ሲሰራ እንዲ ነው የሚደረገው ታዲያ አሉ አዎ ዝሙት ሲሰራ እኛ ነው የምናደርገው አላቸው አንድ አሊማቸውን ጠሩና። አንሽዱከ ቢላህ ለ አንዘለ ተውራት ላ ሙሳ በሙሳ ላይ ተውራትን ባወረደው ጌታ ለመና እጠይቀለሁ ይዣሃለሁ በእናንተ መጽሐፍ ውስጥ የዝሙተኛ ቅጣት እንዲህ ነው ላ እንደዚህ አይደለም ለ አንተ በአላህ ስለለመንከ ነው እንጂ አልነግርህም ነበር ተቀጥቅጦ መገደልን ነው እኛ ኪታብ ግን ትላልቅ ሰዎቻችን ጋር በዛና እንደዚህ ያለ ጉዳይ ላይ ሸሪፎችን ስናገኝ እንተዋለን ደካማው ሲፈጽም እንተገብርባታለን ከዛ በኋላ ይህም ደግሞ አሳፈረንና እከሉና እንስማማ ብለን ከሰለቅልቀን ቀጥቅጦ መግደል ቦታ ላይ መግረፍ ተካነ ይህን ስላረግን ነው አለ ነቢዩ ስለ ሰለም አላሁመ ኢኒ አወሉ አምረከ ኢዝ አማቱ። ان يهنن نهقيهن سبقت دلوت جزي لما جمله هي ويعد فامر به فرجم تزعزت النا تقد وتقدل فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يملو سوره المائده اربعا عن دنيا عنكز ورد <applause> يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ين القرآن آيات الله سبحانه وتعالى أورده فأمر به فرجم فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا إنا نصارى. فإلى قوله سبحانه إن أوتيتم هذا فخذوه. ይሄንን ከተቀበላችሁ ያዙና ተግብሩት ይሄን ማታደርጉ ከሆነ ደግሞ ይቅርባችሁ በሚል አላህ Subhanahu Wa አወረደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ በዚህ ጊዜ አመንቱ ቢከ ወቢመን አንዘለከ ተውራትን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዘዓል ወሳደተ ሚን تحتሁ ፈወዳ አተውራተ በዚያው ቅሷ ላይ إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال بالتوراة فأتي بها فنزل الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ائتوني بعالمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك النافع <applause> سبحان الله تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا يا الله انقلي اي هدوش اندي تارقوي هنهق اندك اي اي يروت باقلس انا وميا سايو باقلس نبي قار عليه الصلاة والسلام كوش بلو سيوي اي يراسو ነገሩን እኛ አንተ አሁን በአላህ ብለህ ስለጠየቅከኝ ነው እንጂ አልነግርህም ነበረ ትክክለኛው ህጉ ተቀጥቅጦ መገደል ነው የሚገርመው ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ተጠይቀ ነው ህን ያሉት ወይስ መተው ነው ያሉት ጠይቀዋቸው ነው መጥተው አይሁዶች ከዚህ የቀነሰ ህግ ሊኖር ይችላል ብለው አማራጭ ሊያገኙላቸው መተው ነው አይ ወይስ ባጠገባቸው ሲያልፉ አይተው ጠይቀዋቸው ነው ላፍ አለው። ሙፈስሮቹ በእንዲህ ያለ ነገር ላይ በጣም ይጋጫሉ ይካልፋሉ ለዚህ ብሎ ኢማም ቁርጡቢ በዚህ ላይ ላፍ አላቸው ነ ም አዝዘው ማስፈጸም መቻላቸው እኮ ነው እንዴት ማስፈጸም ቻሉ የማን ነውና أه؟ وكان إذ ذاك مأمورا بن أهون يهود وتشو بزيان جزي انديت حديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم مالتني أملك كذا حربي يجلد ዓመር ረጅም ፈድሃቦ ሻፊዕ ወአቡዩስፍ ወአልቃስምያ ኢላ እነሆ ዩርጀም አልሙሕሰኑ ምን ይሄ የዝሙተኛ ህግ በካፊሮችም ላይ ስልጣን ያለው አካል በሱል ይተገብረባቸዋል የሚለው የዑለማዎቹ አቋምነው አቡ ሐኒፋ እና መሐመድ ዘይድ እብን ዓሊ እና ሌሎችም እነሆ ላዩ ልጅ ወላዩ ርጀም ይላሉ መቻመነበትና በዚህ ምን ይፈየድበታል ይላሉ ወቃለ ማልክ ላሐድ ዓለይ በተለይ በጦርነ ጦረኞች እስካልሆኑ ድረስ ይሄ ህግ ሊተገበርባቸው ይገባል የሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ከዚያ አላህ ስብ ቁርአን አወረደ እነሱ ሰዎች ምንድን ነበር ዋ ናው ውቱ መሐመድን ስቲ መሐመድ ጋህዱ ተሕሚምና ጀልድ አድርጉ ካላችሁ ፈ ረጅም ይደረግ ካለ ፋዘሩ ተጠንቀቁ ተቀጥቅጠ ይገደሉ ካላችሁ ለዚህ ነው አላህ ሁለት ሶስት መልእክቶችን አወረደ በአንድ ጊዜ መን ለም ም ቢማ ንዘ ላ ላ ካፊሩን አላህ በወረደው ህግ የማይዳኙ ሰዎች ካፊሮች ማለት እነሱ ናቸዋል ቀጥሎ ደግሞ ባለው አያት መን ለም ቢማ ንዘላ ላ ላ ሁም ሊሙን አላ ባወረደው ህግ በትክክል የማይዳኙ ግፈኞች ናቸው سوسن يوم لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، بعل الله هاكي يمايدان يوسو وات فاسق وات معنات النسونات شو. الزلا من دنوم ملو كلها في الكفار لان براء ابن عازب. هل من نزي عنكس واتش نكفار سبحان الله. كفار واتش نزي كتابان مسلم ما يولد عندنا كافر وشو الله بورده هو كلاو كلا ورده كلا شو تبلو كتززو <applause> نبي صلى الله عليه وسلم تكتلنا لمن الأمان كله هي هج ملكتنا أبو الزبير رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله ندي سلسلة شو الله نلال نبي صلى الله عليه وسلم كبني أسلم يمتعون سوية ما عز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأته أيهود وشدمو አንድ ሰውዬና ሚስቱን ቀጥቅጠው ገለዋል ይላል ሚነል ልሁድ ወረጁለ ምን ልሁድ ወእምራአተ እነዚህ ባልና ሚስቶች ምን አርገው ነው የተቀጠቀጡት ወረጁለ ምን ልሁድ ሁለት አይሁዶች አንድ ሴት አንድ ወንድ እንደዚሁም ከበኒ አስለም ማዕዝ ብኑ ማሊክ ከዚያ ደግሞ ሚድያዋ የምትባለዋን ሴት አራቱ ሰዎች ላይ በዝሙት የተነሳ ተቀጥቅጠው እንዲገደሉ ነቢ ላ ም ባሉበት ተወስኗል ረጅብ አዲስ ነገር አይደለም ዘውጀተሁ ወምራአተሁ የሚል ሚስቱ ምትመስል ወለሜሪት ዘውጀተሁ ወምራአተን ረለን ምን ልያሁዲ ወምራአተህ ማለት ያው አብሮ ዝሙት የሰራባትን ሴት ለማለት ነው እንጂ ሚስቱማ ዝሙተኛ ትሆን በዚህ በዝሙት አትቀጠቀት አይ ሳበተሁ ለ ወለም ዩሪድ ዘውጀተሁ ወርውየ ቢምርአትን ቢላ ሚር አንዲ ሴት በሚል አንዲ ሴት ይሁድ አንዲ ወንድ የሁዲ ሌሎች ደግሞ ከበኒ ሚድ የመጣ ሴት ከበኒ አስለም የመጣ ወንድንም እንደዚ ያለ ህግ ተተግብሯዋል የተለመደ ህግ ነውለ ነው ይ በዝሙት የወለደች በዝሙት አርግዛ ወልዳ بتمتع من باب تاخير الحد عن النفساء، أنا ابي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من احسن منه من لم يحسن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت ወፊ ሪዋየትን ትሩካ ታ ተማፈል አልይ ብን አቢጣልብ ጥባ ከጠቡ ሰዎች ሆይ የአላህን ህግጋቶች በባሪያዎቻችሁ ላይም ቢሆን ተግብሩት ያገቡም ቢሆን ያላገቡም ቢሆን ለምን አንዲት የረሱል ለም ባሪያ ነበረችና ዝሙት ሰርታ ግረፋት ተብዬ ገርፍ ያለሁኝ ከዚያ ልገርፋት ስል እንደወለደች ገላ እንደወለደች ነበር በዚህ ጊዜ ከገረፍኳት አትሞትብኛለች ብዬ ለነቢዩ ስ ላ ስለም ስነግራቸው ተውኳትና ነቢዩ ጋር ስጀ ሲነግራቸው አሰንት እትሩ ከሐታ ተማፈል እስከምትድን ድረስ እስከምትፀዳ ድረስ ወይም እስከምትጠነክር ድረስ ተዋት አሉኝ ስለዚህ በእንዲህ አለ ላይ ያለ እስከሚጸኑ ድረስ መጠበቅ ይቻላል ችግር የለውም ማለት ነው በሽተኛ የሆነስ በሽተኛ አይሆንም እንዲሁ እስከሚድን ድረስ እንጂ እየተቀጠቀጠ እየተገረፈ ቢሞት ህጉ ከመግረፍ ወደ መግደል ተቀየረ ማለት ነው አንዳንዶቹ በፍጹም ጊዜ አይሰጠውም የሚሉ ሰዎች አሉ ይሰጠዋል ምንም የለው ባቡ ሐድል ከምር የጠጣ ሰው ደግሞ ቅጣቱ ምንድን ነው አንቀታዳ አን አነስ أنس بن مالك رضي الله عنهما أن ጀለደ الله صلى الله عليه ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودن الناس من الريف والقرى قال ما ترون ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين خمر يتعصوا من دنهم يقبوا يسكروا نقروا خمر مالت آه يشريعات ترقموا يم يسكر يم يلوت ስሙ ኩል ማ መረ ቅለ ወጣ ን ይ ነው የመጠጣ አይነቶች ጭንቅላት የሚቀይሩ ነገሮች ሁሉ ምር ይባላሉ እነዚህ ነገሮች ሓራሞች ናቸው የታወቁ ነው በቁርአንና በዲስ በመቱም እጅማ የተከለከሉ ናቸው ቁርአን ባይሆን ሲከለክል ሶስት አይነት ደረጃ ሂዶ ነው አንደኛ ጉዳቱ ያመዝናል ብሎ وللتنيا لموس سنة اتا صلاة دي دي بلو دبلو يا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان بمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون بلونه يوم عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام بمل حديث مسلم بزق حديث راسه اورطوال امه باتك علي ቁርአን በዚህ መልኩ ከወረደ በኋላ ነቢ በዚህ ካስተማሩ በኋላ እስካሁን እስካለንበት ድረስ ከምር ሓራም ለመሆኑ ምንም ኪላፍ የለውም። ለዚ ነው እንግዲህ ቀታዳ አነስ ብኑ ማሊክ ነቢዩ ላ ሰለም በከምር የተነሳ በቀንዘልና በጫማ ገርፈዋል ከምር የጠጣን ብለዋል አቡበክር አርባ ነው የገረፉት عمر بن الخطاب قن سو كو اه قت أرونا كتما ويتجنا نسيه دنا مت مت كمسوتش ما بزاس تجمرو أم ما سون عبد الرحمن بن عوف من علو إن إندو أخف الحدود كذي ليلا بعلوت قت عطش عن مي بالو بتادر سود السيلين يا لالو عمر تاديا سمعني أي جرفالو وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل كرشري بالخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين نبي صلى الله عليه وسلم عند سكر ومتو بهونشك انزل نقر عرباق زي متوت التوت هلال عن حضين بن المنذر ابي سعسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيأ فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجرده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده علي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل السنة وهذا أحب إلي بميل تنقر من تناقروا إلى من دينه هي سوية አንድ ወሊድ የሚባል ሰውዬ ሱ ቢያሰገድና በዑስማን ጊዜ እኮ ነው ሱ ቢያሰገድና ሁለት ረካከስ ደረሰ በኋላ ከፈለጋችሁ ልጨምርላችሁ አለ ይህንን ያለው ቢሰክር ነው ብለው ዑስማን ጋር ወሰዱት ሁለት ሰዎች መሰክሩ ሑምራን አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ አኸር ሌላው ሰው እንዲውም ሌላው ሰው ምን አለ ወደ ላይ ሲያስታውከው ማይቻለሁኝ ያለ ዑስማን ምን አሉ ያስታወቀው እኮ ጠጥቶ ነው ማለት ነው በላሊ ተነስና ይህንን ሰውየ ግረፍ አሉት አሊ ሐሰን አሉ ለልጃቸው ህድና አንተ ግረፈው አሉ ሐሰን ምን አለ ወሊ حارها መንተወላ تولى አረ እኔ ለምን ይሄንን አደርጋለሁኝ የሱን ብርዷን የተረከበው ሰው ሙቀቷንም ለምን ለሷት አትሰጥም?

أنا بقى هالو علي قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة قرفال أه. أبو بكر أربعة قرفال أه. عمر جن سمانية أنا سلذي له وكله سنة يا أبو بكر يا نبي يوم يا, يا عمر سنة أنا إن يد يا عمر الشال عمر درس مدرسة اللي قال له آل عبد الله بن جعفر عثمان زنبلو يا أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم من الذين